اليوم أنا أعتقد الشارع العراقي بكل مكوناته معني بالمصالح العراقية، لا معني لا بمحور سعودي ولا معني بمحور إيراني ولا بمحور مقاومة. اليوم لأنه الحدود الدنيا من مصالح المواطن العراقي ما متحققة، والله يوم اللي المواطن العراقي يلقي شارع مبلط ويلقي مستشفى مع لوادم وما عنده أزمة وبائية وما عنده أزمة اقتصادية وما عنده أزمة خدمية، وذاك الوقت خلي نروح نحكي بالفلسطين وبالقدس وبالأمة العربية ونحكي بكل هذه المسميات. لكن لما يكون المواطن العراقي عندي جيوش من العاطلين، عندي محافظات الجنوب تعاني من يعني بيئة خدمية رثة هشة، لما تكون عندي السيادة مالتي منتهكة وحكومة السيد عادل عبد المهدي حولت للعراق إلى حلبة صراع أمريكي إيراني، لما عندي الجيش مالتنا ما مستكمل استعداداته في مواجهة تحدي الإرهاب، لما عندي خلايا داعش لحد الآن تشكل تهديد حقيقي، في ظل مثل هذه التحديات تتحول إلى قضية عبثية في أن نتحدث عن مصالح إقليمية. ولذلك اليوم أرجع وأقول على حكومة السيد الكاظمي أن تدرك واقع العراق السياسي والجغرافي يحتم عليها أن تكون أفضل العلاقات مع دولة مثل إيران، عندنا حدود وياها أكثر من 1200 كيلومتر، لكن علاقة مبنية على أساس احترام حسن الجوار والمصالح المتبادلة. مو والله إيران تريد تحول العراق حديقة خلفية أو تنفس أزمتها الاقتصادية والحصار عليها برأس العراقيين. هذه مرحلة يجب أن تنطوي، يجب أن ندرك أنه اليوم طبيعة كل هذه التحديات. جيش العراقي اليوم هذا الجيش العظيم منظومة اتصالات ما عنده، سيارة تمشي بالصحراء تلاحق إرهابيين ما عدنا، فوين العقل أنه أنا ما أبني علاقة استراتيجية مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟